أنا أحفظ القرآن، أدعو لي أن يعينني الله على حفظه وختمه، وادعوا لي مع ولدي وابنتي بالهداية والصلاح. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يوفقهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهديهم يا رب، اللهم اهدنا واهديهم يا رب، ربنا يصلحنا جميعا. أمين يا رب العالمين. نعم شيخ كريم، أيضا أخونا يسأل أو أختنا تأتينا الأسئلة بلا أسماء في الغالب يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسألكم الدعاء. نعم شيخ كريم. الله اهدنا واهديهم يا رب، ويثبت لنا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعلنا على نصرة الدين مهما اعترتنا ما اعترانا. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ونحن على درب الصالحين المتقين. اللهم أمين، والمسلمين والمسلمات جميعا.